سيدي الله يسلمك. تفضل وين بدلوا لبعضني. هاي عيشكم. هاي 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 خير عملية من التمع. سلامات سلامات في عروقنا الدماء، يموت نموت ويحيى الوطن. المرشح من العائلة الدستورية لن يؤثر ذلك على زملائك الحقيقة كما قلت بطبيعة الحال نأسف لهذا، ولكن إن شاء الله هذا يدل على أنه فما خيارات وتوجهات مختلفة، حتى ولو احنا بكل نتساترة وعائلة واحدة، وإن شاء الله معناها فيما بعد يكون فما توافق لما في مصلحتكم. طيب بالنسبة للملف نتاعك عدد التزكيات 25,000 وزيادة. ما فماش تزكيات نهائية؟ لا، قررنا باش نكتفي بهذاك، وخاصة أننا معنا أكثر من 25,000 موجودين، وبالتالي ما لا أعتقد أنه فما أي مشكل فيها. ألا تخشوا أن تتشتت أصوات الدستوريين؟ وارد جدا ككل انتخابات، لكن خلينا نقول أنه وضع بلادنا وضع خاص ككل البلدان اللي عرفت معناها حريات جديدة، فما شغف، فما معناها نجم نقول حتى عطش من طرف الناخبين ومن طرف طبيعة الحال من يريدون العمل من أجل الصالح الوطني، وبالتالي هذا صار في أوروبا الشرقية، صار في أمريكا اللاتينية، صار في كثير، مش شيء غريب، مو من بعد الأمور تصفى والشعب هو اللي يأخذ قراره. شكرا شكرا. نعم يعني انت مش تذكير ربما من محمود ما تخليد وقع هيا اخر التلك يعني تغشف اليوم هذه الجمهورية يعني الهدف من الأساس يعني هدف هو خدمة البلاد. فكرت بكم كثيرا وطويلا في هذا، اعتبر انه معناها مش رجع لبلادي شيء مما اعطاه، قراتني علمتني مثلتها في كثير من المحافل الدولية، وبالتالي اعتبرت انه هناك امكانية الرد الجميل، وخاصة فيما يدين لما تعرفوا صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم تسمح لي باش نقول انا نعرفها مليح. نعم حظوظك يعني بالسياسي كمان. الانسان ما يدخلش يلعب حتى ما تشكورة بدون ما يأمل بحظوظه. واخر شوية